في الاخر وافق ياخد 10000 جنيه تحت الحساب، ده غير اتعاب المحامي. ها 10000 جنيه هتجيبي كل ده منين يا رضوى؟ انا هتصرف ان شاء الله استلفه تاني. تاني يا رضوى؟ يعني بعد ما سددنا اول كمبيالة عايزانا نتدين تاني؟ عايز تموتني؟ انا ما طلبتش منك حاجه، بقولك هتصرف. استغفر الله العظيم يا رب. وعليك بايه من كل ده يا رضوى؟ ما نلم الدور كده ونمشي جنب الحيط ونكفي خيرنا شرنا. ده ما كانش كلام. ابويا غير لك دماغك بعد ما سيبناك معاه ونزلنا، مش كده؟ هي الليله نكت. ابوك عنده حق وتيسير عندها حق، وانا ما رضيتش احرجك وما رضيتش اقول لك رايي عشان لو ما عجبكيش ما تحرجنيش. ارتحتي؟ ها؟ مش عايز تاخد حقك من اللي اتحرش بمراتك يا عبد غني؟ يا رضوى الدنيا الدنيا مليانة فيها كل شيء، وبعدين الستات يعني بيقابلوا كل يوم بقى وحوش وديابة، إن كان في الشغل إن كان في المواصلات إن كان والحمد لله الحمد لله إن طلعت منها شخص سليم، فنبوس إيدينا ووش وظهر الحمد لله ونرمي ورا ظهرنا ونقول الحمد لله وخلاص. لا مش خلاص والله العظيم ما خلاص، عشان هيسوقوا فيها ومش هيلاقوا حد يلمهم، علشان عارفين إن إحنا هنخاف وبنقول كده، وكل يوم والتاني هيعملوا فيا وفي غيري كده علشان عارفين اننا هنقول كده. يا ستي احنا مالنا بغيرنا؟ ما نخلينا في حالنا. هو انت عينوك يعني محمل الستات؟ مش خايفه على بنتك لما تكبر؟ وهو يعني انت باللي بتعمليه ده بتدافع عنها؟ ما تعقلي يا رضوى بقى وفكك بقى من كلام اختك وصاحبتها المهبوشه دي. أول مرة مش هطوعك يا أبو غني، مفيش حاجة في الدنيا إنك تتظلم وتسكت، وإحنا على طول ساكتين، أخدنا إيه؟ اتدينت واستلفت علشان تسد الدين، وهنتدين تاني وهتستلف علشان نسد، وهنفضل كده علشان ساكتين، تسكت تاخد على دماغك. هي الدنيا كده بس عايشة وناس ساكتة. يا عبد غني أنا بعمل كده علشان بنتك، علشان بحميها، عشان لما تكبر تعرف إن أمها ما سكتتش لما حد من الكلاب حاول يمد إيده عليها، بس وقتها ما تعرف أشرب مكان إيه. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.